السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر عاجل، وسيكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا بسبب حساب مزور. كشف محمد عبد المنصف أوسة حارس مرمى الزمالك السابق ووادي دجلة الحالي حقيقة إصابته بفيروس كورونا، موضحا أن حسابا مزورا ليس تابعا له سبب نشر هذه الشائعة عبر موقع فيسبوك، مشددا على أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه ذلك الحساب المزور خلال الساعات المقبلة، وأنه بصحة جيدة ويتقدم بالشكر على كل من حرص على التواصل معه في الساعات الأخيرة. وقال أوسا عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: صباح الخير على أصدقائي، أنا الحمد لله بخير وصحة ولم أصب بكورونا. الخبر الذي نزل على مواقع كتير خبر غير صحيح تماما ومأخوذ من صفحة وهمية. شكرا جزيلا على الحب والاهتمام من الجميع، الصفحة دي مش بتاعتي. شكرا على حبكم ودعمكم، ربنا يحفظنا ويحفظ أهل مصر الطيبين ويشفي ويعافي كل مريض وأشكركم. وشدد أوسا على أنه فوجئ صباح اليوم الأحد بتلك الشائعة مع وجود اتصالات من جانب عدد كبير من أصدقائه، لذا حرص على كتابة منشور عبر حساباته المختلفة للتأكيد على عدم إصابته بكورونا، خاصة أنه أجرى مسح الفيروس في وادي دجلة وجاءت نتيجة التحاليل الخاصة به سلبية، متمنيا الشفاء لجميع المصابين بذلك الفيروس. كشف محمد عبد المنصف أوسا حارس مرمى الزمالك السابق ووادي دجلة الحالي حقيقة إصابته بفيروس كورونا، موضحا أن حسابا مزورا ليس تابعا له سبب نشر هذه الشائعة عبر موقع فيسبوك، مشددا أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه ذلك الحساب المزور خلال الساعات المقبلة، مشددا أنه بصحة جيدة ويتقدم بالشكر على كل من حرص على التواصل معه في الساعات الأخيرة. وقال أوسا عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: صباح الخير على أصدقائي، أنا الحمد لله بخير وصحة ولم أصاب بكورونا. الخبر اللي نزل على مواقع كتير خبر غير صحيح تماما ومأخوذ من صفحة وهمية. شكرا جزيلا على الحب والاهتمام من الجميع، الصفحة دي مش بتاعتي. شكرا على حبكم ودعمكم، ربنا يحفظنا ويحفظ أهل مصر الطيبين ويشفي ويعافي كل مريض وأشكركم. وشدد أوسا أنه فوجئ صباح اليوم الأحد بتلك الشائعة مع وجود اتصالات من جانب عدد كبير من أصدقائه، لذا حرص على كتابة هذا المنشور عبر حساباته المختلفة للتأكد من عدم إصابته بكورونا، خاصة أنه أجرى مسحة الفيروس في وادي دجلة وجاءت النتيجة الخاصة به سلبية، متمنيا الشفاء لجميع المصابين. ألف سلامة عليك يا محمد عبد المنصف وكل اللاعبين وكل أهل مصر وشعب مصر والعالم العربي جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.